بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب كل الترحيب بضيوف العراق الأكارم من الأشقاء والأصدقاء، أهلا وسهلا بهم في بلاد الرافدين في بغداد دار السلام، وشكرا لهذا التجمع النوعي الذي يحاول تقديم الحلول والنصائح في واحدة من أخطر القضايا التي باتت تهدد المجتمعات، بل ويتسع خطرها ليهدد كيانات الدول، ألا وهي قضية المخدرات. حين نقول إننا نخوض مواجهة ضد المخدرات والمؤثرات العقلية الكيميائية، فإننا نكون بالفعل في مواجهة حرب معقدة يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا ويدمر أسرنا ويفكك نسيجنا الاجتماعي. إنها حرب لا تقل ضراوة أو خطرا عن حربنا التي انتصرنا فيها ضد الإرهاب وسننتصر فيها إن شاء الله. لقد تسلح مجتمعنا بالقيم الأصيلة وتبنى الرفض لهذه السموم التي تخرب الحاضر والمستقبل، وهذا موقف نفتخر به كعراقيين بأننا تمسكنا به عبر الأزمان ولم نتساهل فيه أبداً، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي. أما أجهزتنا الأمنية فإنها تتعامل مع التجار بالمخدرات ونقلها وكل من له يد بهذه الجريمة التخريبية على أنها مساس بأمن الوطن وتهديد لا يقل عن الإرهاب خطورة. وعلى الضفة الأخرى، من اهتمامنا بهذا الملف عملنا على إنشاء مصحات خاصة لعلاج ضحايا الإدمان والمخدرات وتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم، وسبق ذلك تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، بما يتناسب مع المستجدات في هذه المشكلة، وهو تشريع شكل نقلة نوعية على مستوى تحديد الأهداف والآليات والعقوبات، وشرع تشكيل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما شرع إنشاء مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، وأوكل مهام أخرى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن مهام وزارة الصحة. واليوم نبارك مساعي هذا المؤتمر، حيث تحتضن بغداد عاصمة الأمن والأخوة أشقائها وأصدقائها لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة المخدرات، ولتتباحث بشأن آخر الإحصائيات والمعلومات المتوافرة عنها ورص الصفوف وتعزيزها بأحدث أساليب المكافحة والكشف والوقاية. الحضور الكريم، لقد كرسنا الجهود في ظل استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات للسنوات 2023-2025 ضمن خطة موسعة وشمولية للمواجهة، وتحت مظلة التنسيق ورفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات، بما يجعل هدفنا حقيقة ممكنة نحو عراق خال من المخدرات. وهنا أشير إلى أهمية الوعي والتثقيف بأبعاد هذه المشكلة وتحصين أجيالنا الناشئة وتقوية تمسكهم بالفضائل والإدراك والمعرفة التي هي أفضل وسائل الحماية. وكذلك
إلى أهمية دور وسائل الإعلام والتعريف المجتمعي المهم، وكذلك إسهامات المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، وهي مدعوة إلى المزيد من التوعية والتبصير بمخاطر هذه السموم الفتاكة. إننا أمام مهمة كبيرة لن ندخر جهداً من أجلها، سواء على المستوى التشريعي أو الميداني، أو تهيئة الكوادر والعناصر المدربة والمحترفة للتصدي لها. وليس من الغريب أن يستند الإرهاب في ركن من تمويله على المخدرات، كما أن تداولها يزدهر في ظل الإرهاب. إن المخدرات والإرهاب وجهان لجريمة واحدة، فكلاهما يستهدف الوطن والإنسان، وهو أغلى ما نملكه. إن التحدي بمواجهة المخدرات على المستوى الداخلي والمحلي لا يستغني عن التعاون الدولي وتعاضد جهود الدول المجاورة في مكافحتها عبر تبادل المعلومات والتنسيق لكشف شبكاتها وقطع الطريق على مسارات الجريمة المنظمة التي تستديم وجودها من نقل السموم وإغواء شبابنا. أتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، وأن يخرج بإضافات تقوي من منعة العراق وجميع الشعوب الشقيقة والصديقة، وتحيط شبابنا بالحماية وترفع من مستوى وعيهم أمام هذا التهديد المصيري. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.